اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير اخبار الرياضه الاستاذ محمد صاد. استاذ محمد اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا استاذ محمد، اهلا بيك. اخبار حضرتك كله تمام؟ كله زي الفل، كله تمام الحمد لله. الدوري بدا وعجله المباريات دارت بشكل سريع، بنتكلم في ثلاث اسابيع في حوالي اقل من اسبوعين. تمام. فضغط كانت مباريات الدوري، خلاص ابتدت المنافسه وظهرت المباريات وقوتها من البدايه. تعليق في البدايه على شكل المسابقه واقامه المباريات وانتظام المسابقه حتى هذه اللحظه. بالتاكيد امر رائع وجيد جدا، وبدايه جيده ومبشره بالخير بالنسبه للجنه المؤقته، انك تبقى عندك جدول مباريات بتلتزم بيه. ممكن تاجل مباراه او ممكن تاجل ساعات او كلام من ده مش مؤثر، يعني مش بتنسف ان تاجل لفريق اسبوع جوله او كلام من ده كله يعني. فهي بدايه كويسه، مش هنقدر نحكم برضو الا لما نخش في اسبوع واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ثلاث مباريات او ثلاث جولات، مش هي دي الحسم. احنا لابد ننتظر شويه تاني، بس واضح انه فيه نوع من انواع الاصرار على تنفيذ جدول الدوري، وده يعني بيطمنا شويه. برضو احنا مش عارفين هو ليه الضغطه، احنا في ضغط ممكن نقول عشان خاطر معسكر المنتخب، فتم ضغط الاسبوع الثاني مع الثالث لانه بدا متاخر الدوري كمان. يعني معلش برضو نقدر نلتمس العذر برضو، لكن برضو انك ثلاث ايام وتلعب مباراه وبعدين تسافر او تخرج ارضك، ده في نوع من انواع الارهاق الشديد. مش ارهاق لان احنا لسه في بدايه موسم، فاي نوع من انواع الضغط في كل ثلاث ايام مباراه فيعتبر شيء مؤثر على كل الفرق مش على فريق بعينه، فده مش عايزينه يبقى نموذج او نهج، لان احنا بنقول هذا الموسم ما فيهش ضغوط، ما فيهش التزامات كتيره جدا زي الموسم الاستثنائي بتاع السنه اللي فاتت. طيب، فوز الاهلي على اسوان بخمس اهداف مقابل هدف، شايفه ازاي؟ لا انا مش شايف فوز الاهلي على اسوان بس، لا انا ما اجي هتكلم على الاهلي لازم اتكلم عن حاله الامتاع او الابداع اللي بيعيشها الاهلي. يعني الخمسه دي حلقه من حلقات مسلسل الابداع اللي هو بدأه الاهلي هذا الموسم. مش اللي بدأه الاهلي برضو عشان نبقى واضح يعني او محدد، الذي بدأه السويسري رينيه فايلر. مرحله جديده تماما. الاهلي معتاد انه يفوز على الانتاج الحربي، على اسوان، على سموحه، معتاد ان هو يفوز، لكن الغير معتاد ان هو يفوز بنظام باداء رائع جدا مقنع للجمهور، جمهور الاهلي اللي هو عايز الكره الحلوه. ممكن يفوز في ماتش وبعدين الماتش الثاني ما يؤديش ويفوز برضه، الماتش اللي بعده ممكن جدا يبقى يفوز بشق الانفس، لكن ان انت النهارده في حاله بتعيش، انا مشجع وكمشجع مش كناقد رياضي، بستمتع بالاهلي وهو بيأدي، اذا في حاجه غريبه جدا بتحصل، نقدر نقول ان هي جديده على الاهلي في الخمس ست سنين الاخيره، قبل كده ما كانتش موجوده. قبل كده ما كانتش موجوده بمعنى الكلمه مع اي مدرب من المدربين اللي هم تولوا على تدريب الاهلي. النهارده لما يجي مدرب ويلعب ست مباريات والاداء لا يتغير بل يتحسن، ويبقى في نوع من انواع الامتاع، بيبقى في نوع من انواع الثقه، بيبقى في نوع من غزاره التهديف، يبقى في اداء كويس جدا، يبقى في التزام كويس وانضباط داخل الملعب، ده معناها بيؤدي الى النتيجه بتاعت 5-0 النهارده بتاعت اسوان او 5-1. طول عمر الاهلي بيلعب في اسوان، بس المشقه ودرجه الحراره عاليه والاجهاد والسفر والكلام من ده كان بيجعل النتيجه توقف عند 1-0 2-1 3-1 بالكتير خالص قوي، ما كانش بيبقى فيه خمسه. النهارده الاهلي كان بيلعب مع الانتاج الحربي قبل 72 ساعه وعمل نتيجة هايلة جدا، مثلا لم يسبق الاهلي انه فاز على الانتاج الحربي بالنتيجة 4-0. مظبوط، واخد بال حضرتك؟ وبعدين بيجي يسافر تاني يوم المباراة، يروح الجمعة يوم واحد تدريب في درجة حرارة عالية في إجهاد في كل اللي انت عايزه مع بداية موسم، وبيؤدي أداؤه اللي هو أداؤه قدام الانتاج الحربي وأكثر، بحيث ان هو يضيف أهداف جديدة ويضيف انتصار جديد، معنى ذلك ان الأهلي يعيش حالة خاصة وليست مجرد صدفة. يعني اللي يقولك لا ده يعني كل الغربان الجديد اللي شده، لا لا، فايلر نوعية خاصة
وفي تغيير كبير جدا في اداء الاهلي. طيب مباراه النهارده ودرجه حراره عاليه جدا، يعني حتى انا لما اتكلمت كنت بتكلم مع الجهاز الفني بعد المباراه، الجو في غينيا الاستوائيه ما كانش بنفس درجه الحراره والرطوبه العاليه اللي كانت موجوده في مباراه اسوان النهارده، لكن الجهاز الفني من وجهه نظرك ودرجه حراره عاليه مع الاجواء مع الرطوبه، ودي اجواء كمان بتبقى ما بتبقاش في صالح لعيب الكوره بشكل عام طبعا، وشفنا حتى الحكم في الدقيقه 30 من الشوط الاول وفي منتصف الشوط الثاني وقف المباراه عشان اللعيبه تلتقط انفاسها شويه. شايف الاجواء دي ازاي في مباراه الدوري عام؟ هو طبعا هو في نوع من انواع الـ يعني عدم تقدير الوضع، يعني مفترض اتحاد الكوره ويبقى في نوع من انواع التنسيق مع الفرق اصحاب الارض. يعني اسوان اولا استاد اسوان فيه اضواء كاشفه ما فيهاش اي مشكله خالص انه يلعب تحت الاضواء، مفترض يبقى في نوع من انواع الالزام. ما ينفعش ان انت النهارده بتجازف بلاعبين لاعبي فريقك الاول، يعني وهو اسوان حاسبها غلط، يعني حاسبها غلط، بيقول لك ايه انا صاحب الارض والفريق اللي يجي هيتاثر بالحراره اللي عندي. بالعكس، هي عوامل، هي عوامل الفريق صاحب الملعب بيختار الطريقه اللي هو عايزها. لا يعني هو كل واحد هي عوامل بس هو خاطئ، هو مخطئ في اختياره برضه. ده هو لعيبته تاثرت اكتر من لعيبه الاهلي. ليه؟ لانه اصلا لعيبه اسوان كلهم او 90% منهم من القاهره ومن الاقاليم من محافظات الوجه البحري كلهم، واخد بال حضرتك؟ فمش يعني مش متعودين على درجه الحراره العاليه، فانت بتلعب بتاذيهم هم قبل ما بتاذي الفريق الضيف. نمره اتنين، الفريق الضيف بطل افريقيا، بمعنى صح ان هو عنده خبرات كتير كبيره جدا في التعامل مع الاجواء الحاره، ولاعيبته راحت ولعبت في اجواء حاره كتيره جدا، فمش هيقع منك ويتاثر ويتاثر وانت تفوز عليه لمجرد درجه الحراره. فهو نوع من انواع الحسبه الغلط لدى مجلس اداره اسوان، ارجو ان هو يتخلص منها في المباراه اللي جايه حفاظا على الضيوف اللي جايين وحفاظا على لعيبته هو. يعني طيب دايما كل منافس او كل فريق لما بيلعب على ارضه بيحاول يستغل كل الظروف المحيطه بيه عشان يقدر يحقق المكسب. هل شايف الاهلي النهارده في هذه المباراه رغم الفوز بخماسيه، هل شفت حضرتك يا استاذ محمد الاهلي قدر يطبق الشق الفني اللي كان بيطبقه المباريات اللي فاتت، ولا النهارده نتيجه درجه الحراره بغض النظر عن الاهداف بغض النظر عن المكسب بخمسه، لكن قدر النهارده ان هو برضه يتعامل مع المباراه حسب الاجواءها او حسب الطقس اللي بيلعب فيه؟ لا، هو النهارده الاهلي هو هو، يعني الاهلي بينفذ لعيبته بينفذوا التعليمات بعيدا عن المؤثرات الخارجيه. تمام. يعني في المدير الفني قايل لهم حاجات معينه. تمام. فشيء طبيعي ان هو بينفذوا مهما كانت الظروف، هو ملتزمين جدا، وده هنا بتتضح شخصيه المدير الفني ان هو عاطى تعليمات معينه بينفذوها حتى لو كانت في صعوبه في الاجواء. تمام. طيب انا اخد تليفون مهم جدا لان معايا على الهاتف قبل ما يطلعوا للطياره انهم خلاص هيتحركوا من اسوان للقاهره، الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي اهلا بيك يا استاذ حضرتك. اهلا بيك ومبروك المكسب والخماسيه، وتحياتي للاستاذ محمد صادق لحضرتك. تحياتي ليه ومبروك ليك ومبروك لجمهور الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن سامي، اولا اتعاملتوا النهارده مع المباراه ازاي في ظل درجه حراره عاليه جدا، رطوبه غير طبيعيه؟ يمكن انا حسيت ان الاجواء النهارده في المباراه يمكن كانت اصعب حتى من الاجواء الافريقيه او تحديدا اخر مباراه في غينيا الاستوائيه امام كانو سبورت، فالجهاز الفني اشتغل ازاي وحضر ازاي عشان يطلع بالشكل ده في ظل اجواء كانت صعبه بنتيجه درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه؟ هو زي ما انت بتقول طبعا كابتن، يمكن ظروف المباراه صعبه جدا، ويمكن علينا منها في ثلاث رابط كان بيتكلم في فرقة كبيرة، مفيش حاجة اسمها أعذار، لازم نشتغل في كل الظروف المتاحة. رغم برضه صعوبة المباراة وصعوبة أرضية الملعب، الملعب كان خالي جدا جدا أثر على أداء اللعيبة، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق نتائج وأداء كويس. لكن أنا من خلال يعني بناشد المسؤولين اتحاد الكورة ولجنة الاستاد، يعني إن ظروف المباراة غير طبيعية وغير إنسانية اللي أنت تقدر تعمل فيها منافسة، يعني لا قدر الله ممكن النهاردة يحصل مشكلة، يحصل أي حاجة لأي لعيب، مش عشان احنا بس، لا عشان فريق اسوان وكل الفرق الدوري. يعني اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه الناس تراعي كده، يمكن احنا بنقول كده، انا بقول لك كده واحنا كسبانين مظبوط، لكن طبعا خوفا على اللعيبه وخوفا على الفرق الثانيه، فاتمنى ان شاء الله ان يتجنب مسابقات اتحاد الكوره يراجعوا الموضوع اللعب الساعه 3 في اسوان. بدليل يا كابتن سامي حتى ان الحكم محمد الحنفي طبق ده في المباراه، يعني اداكوا خمس دقائق والفريق اسوان خمس دقائق لالتقاط الانفاس، الوضع كان صعب جدا. صعب جدا بجد، الموضوع كان صعب يعني. لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي على طبعا دايما في المواقف دايما على قدر المسؤوليه، قدروا
عملوا اداء كويس جدا والنتيجه الحمد لله مرضيه، وان شاء الله محافظين على الاستمراريه بتاعتهم فعلا في الصراط، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. حديث ريني فايلر والجهاز الفني مع اللاعبين اللي مفيش اعذار وان كل مباراه بناخدها بظروفها ولازم نكسبها، لكن في نفس الوقت انت ممكن تعمل ده وتكسب وتحقق التارجت اللي انت عايزه، لكن احنا بنشوف اداء جمالي، بنشوف كره جديده، بنشوف تمريرات بتوصل الفينش بتاع الهجمه بعد 15 16 تمريره يا اما بهدف او فرصه ضايعه، بنشوف كره مختلفه شويه كابتن سامي في المباريات الاخيره. لسه المشوار طويل، لكن بنلمس كده بدايات ان شاء الله تكون فيها يعني حاجات ايجابيه الفتره الجايه يا كابتن سامي. الحمد لله، زي ما انت قلت النادي الاهلي رجع يلعب كورته اللي هي الطبيعيه اللي النادي الاهلي معروف بيها، وكان دايما في كل الاجيال بنلعب كورتي ازاي تبني كويس، ازاي تعمل شوط كويس، ازاي توصل من تحت، يمكن حتى يمكن الماتش اللي فات الحمد لله جايبين جول بعد حوالي 29 تمرين يعني، فاعتقد الحمد لله الراجل مركز على الموضوع ده واللعيبه عندها ثقه وثقه جمالها وتقدر توصل من خلال الجمل اللي الراجل بيمرنهم عليها، والحمد لله اعتقد ان دي حاجه ايجابيه، لكن زي ما تقول لسه المشوار فاتني محتاجين دعمكم ومحتاجين دعم من الاهلي دايما، فاتمنى ان شاء الله المزيد ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله. شايف المكسب ازاي وفايلر شايفه ازاي ان ثلاث مباريات بتسع نقاط وقبل التوقف، لان بعد التوقف على طول المباراه الجايه هتلاعب الزمالك، فشايف ده ازاي كجهاز فني وكلاعبين؟ هو الراجل اتكلم في النقطه ديت ان دي نهايه مرحله، احنا ده ثالث ماتش لينا على التوالي، ومهم جدا احنا نفنش فيه كويس، ومهم ان احنا ناخد ثلاث نقاط عشان نحافظ على تصدر الدوري ويبقى خطوه كويسه لينا، عندنا فتره اسبوعين نقدر من خلالها تكون الامور احسن، الناس اللي المصابه تبدا ترجع معانا ونفس الاضافه وتعمل منافسه بينها وبين اللعيبه، ندي ثقه لجمهورنا وثقه لادارتنا ان احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نكمل على المستوى ده تاني، واعتقد اللعيبه الحمد لله استوعبوا الكلام دوت وقدروا الحمد لله ان يلعبوا المباراه ويحققوا اهداف كثيره، مش مكسب بس، لا مكسب واهداء واستمراريه للنتائج الطيبه اللي هم بيعملوها. عمرو صلاح يا كابتن سامي طمنا عليه. وعمر عنده كان يعني اشتباه مثلا الالتهاب في الكاحل في انكل رجله، اعتقد لو يعني هي ورمه شويه يعني ممكن تكون كدمه جامده شويه، لكن هي ورمه شويه، بكره ان شاء الله هيعمل رنين ان شاء الله لحد ساعه حجم الاصابه، لكن اتمنى ان شاء الله ربنا ان شاء الله تكون بسيطه وان شاء الله ويرجع طبعا تاني، لان عمرو من الناس اللي عملت مجهود كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، واحد من اللعيبه المخلصه جدا في النادي الاهلي، اداء روح اخلاقيه، اتمنى ان شاء الله هو اللي يرجع بسرعه، واتمنى ان شاء الله اضافه لينا ومنتخب مصر. وهو حظه سيء يعني، كل ما المنتخب يستدعي عمرو السوليه سبحان الله تجيله اصابه، حظه سيء جدا في الجزئيه دي يا كابتن سامي. ان شاء الله ما يبقاش حظه سيء وياخد حقه ان شاء الله اللي هو يبقى نجم في منتخب مصر والنادي الاهلي ويحقق كل الجوائز. حاجه اخيره، الهارموني والاداء الهجومي المتميز والادوار الهجوميه والانسيابيه في الاداء ما بين حسين الشحات، تطور اداء رمضان صبحي بشكل لافت للنظر، كمان اجاييه كمحطه وكهداف في الفتره الاخيره، ايه اللي حصل يعني في الاداء الهجومي تحديدا يا كابتن سامي، لان شايفين فكر مختلف وشايفين اداء مختلف مع اللعيبه في الخط الهجومي في الفتره الاخيره، مع كمان وجود لسه وليد سليمان وصلاح محسن ووليد ازار وكمان بعد مروان كمان ما يرجع من الاصابه. انت يعني لو تلاحظ ان الراجل يعني عمل روتيشن في الحته دي كتير جدا لحد ما وصل للشكل دوت، يعني دي حاجه مهمه جدا، يعني زي ما انت قلت جونر من الناس اللي بتعمل لنا عمق كويس، بيحافظ على الكوره، بيقدر يبقى محطه كويسه لزمايله، بيقدر يجيب جوان، بيقدر يتعامل في الحاجات الصغيره في 18 بشكل كويس، رمضان والتطور اللي حصل ليه وازاي بيبقى يوصل لجون وبيقدر يفنش كويس ومسجل ثلاث اهداف وبقى من هدف الدوري، مش حاجة برضه محافظ على المستوى دوت، بعد كده في منافسه طبعا من الشيخ وجيراردو وسليمان طبعا من اللعيبه اللي لا غنى عنها في النادي الاهلي، ازارو وصلاح محسن مروان ان شاء الله بنرجع معاك سلامه، فاعتقد ان انت عامل توليفه كويس وعامل منافسه كويسه بين اللعيبه، المنافسه ديت هي اللي اديتك الشكل ده، كان ناس كتير معترض على حته الروتيشن والكلام ده، هو الراجل يقدر انت ممكن تعمل روتيشن بس تعملها بحرفيه شويه، تعملها ان انت تخرج من كل واحد احسن حاجه يعني، وده الحمد لله اللي اللعيبه نفذته، زي ما انت شايف دلوقتي، انت لو شفت فكره النادي الاهلي دلوقتي
ما شاء الله حاجه تخص يعني. الحمد لله. النهارده في النهارده حسام عاشور وشيك اكرامي وليد ازارو وصلاح محسن ورامي ربيعه بره عندنا لسه ما شاء الله كبيره لسه مستنيين محمد محمود سعد سمير كريم نزلت كل صلاح صالح ان شاء الله يرجع ان شاء الله برضه نفس القصه. كل الناس دي ان شاء الله هتبقى اضافه كويسه وتعمل منافسه كويسه وتقدر ان شاء الله تحقق طموح جمهور طموح وامل جمهور النادي الاهلي وان شاء الله نوعدهم ان احنا هنبقى نعمل اقصى جهد لينا واللعيبه هتعمل اقصى جهد لينا ان شاء الله عشان نحقق كل البطولات اللي هنشارك فيها بيها. كابتن سامر انا مش هعطلك اكتر من كده، انت عارف خلاص يعني انتوا لحظات رايحين على المطار عشان ترجعوا للقاهره باذن الله. شكرا. شكرا لك كابتن سامي وبالتوفيق ليك يا رب ولكل افراد الجهاز الفني والمنظومه كلها يا رب ان شاء الله الجاي يكون افضل بالنسبه لها. شكرا جزيلا كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. استاذ محمد تعليق على تصريحات الكابتن سامي قمصان. بالتاكيد هو طبعا يعني حتى يعني هو طبعا مبسوط جدا بال 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 بالفوز بس مش بيضخم الامور. مظبوط. واخد حضرتك يعني بيعتبر المباراه عاديه ومباراه في سلسله مباريات والانتصار كويس وحاجات زي كده. أنا مش ببص لتصريحاته بهذا الكلام، لا أنا ببص للأداء بتاع الفرقة. وأي حد النهارده بيتابع الأهلي عارف إنه هذا الجهاز اللي موجود حالياً دلوقتي واللي بدأ المرحلة دي لسه ما خدش حقه. ما خدش حقه فعلاً. هو هياخد حقه أكتر ياما يرسخ كل اللي بيترجمه في الست مباريات اللي لعبهم إلى استمرارية كاملة. أعتقد إن في جديد في الأهلي بيحصل سواء انه يعني خلي يعني عايزين نتفق مع بعضينا انه رمضان صبحي موجود طول عمره لاعب كويس وكبير وعنده موهبه وعنده كل حاجه. نياجاي موجود بامكانياته انه حسين الشحات كان معانا من اول يناير بس في لمسات تحس ان في تطور. ايه الجديد؟ في تطور في الفينش. هو ده الجديد. في تطور في التحركات. هو ده اللي عمله المدرب. هو في روح عملها المدرب الجهاز الفني كله بالتاكيد. يعني المدرب عنده نظره او الجهاز الفني عندهم نظره جديده انه في نوع من انواع الضغط على المنافس من نص ملعبه كمان ودي مهمه جدا بتريح الدفاع ما يبقاش فيه اخطاء بتقدر تعمل بيبقى في بناء هجمات. الميس باس مش موجوده خالص، التمريرات المقطوعه من اللاعب الاهلي مش موجوده، كانت ظاهره في مباريات كتيره ابدا الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه وكلام من ده. النهارده في نوع من انت قلتها هارموني بين الجميع، النهارده في مجدي قفشه النهارده بيعمل دور صانع اللعب وبيلعب بيدي بجهد رائع جدا جدا، ما تقدرش تقول حسين الشحات، ما تقدرش تقول رمضان صبحي، ما تقدرش تقول اجاهي، ما تقدرش مجدي، لا كل واحد من اللي موجودين على ارض الملعب بيأدي دور رائع ودور خطه مرسومه. فالنهارده كل ده لغايه دلوقتي الجمهور حاسس بيه. الجمهور ذواق على فكره استاذ محمد، ذواق فعلا صح. ومن ماتش واحد يقدر يشوف اذا كان في تغيير ولا فيش، في تطوير ولا ما فيش. فعشان كده بقول لحضرتك هذا الجهاز الفني من لغايه دلوقتي ما خدش حقه، او بمعنى صح هو مش عايز يتكلم عن نفسه، وهو طبعا من حقه انه ما يفصحش عن ايه اللي عمله عشان خاطر يوصل طبعا بالفريق ده للمرحله اللي دي في الزمن القياسي. انت النهارده بتتكلم على 35 يوم بالتمام والكمال قاد فيهم فايرال النادي الاهلي تدريبات. 35 يوم من اول يوم ما جه تعاقد 30 اغسطس لغايه النهارده 5 اكتوبر، يعني 35 يوم ما فيش اكتر من كده. يما يعمل كل هذا التغيير ويصاحبه نتائج جيدة للغاية، 6 مباريات بدون هزيمة، 6 مباريات بدون هزيمة وفيهم بطولة وعلى فرق كمان كبيرة ومع فرق كبيرة، فرق كبيرة ومع خارج الأرض وداخل الأرض ويعني لما يلعب في أفريقيا وبعدين متوسط معدل تهديف لا يقل بأي حال عن 3 أهداف في المباراة الواحدة. مظبوط. أنت لعبت مع بطل أفريقيا كسبته 6-2 بره وأربعة جوه. لعبت مع الزمالك كسبته 3. لعبت في كاس السوبر، لعبت في الدوري المحلي 3 مباريات جبت فيهم 10 اهداف معدل 3 اهداف وشويه، يبقى معنى ذلك ان انت معدلك التهديف ارتفع. الاهلي ما كانش بيعمل كده. احنا اللافت للنظر يا استاذ محمد فعلا واحنا بنعمل الفرمله دي، بس الجهاز الفني كمان النهارده يعني حتى في تصريحاتهم برضو بيعمل نفس الفرمله اللي هو ايه؟
لا في منطقيه في تقييم الامور، مرحله نجحنا فيها لكن لسه المشوار طويل ولسه الموسم طويل. بالظبط، وده تاكيدا لكلام حضرتك، لان هو عارف وكلنا عارفين ان اللاعب المصري احيانا لما يركب الغرور ممكن جدا يضيع فرقه كامله. يعني يكون في لعيب او عنصر او اتنين يتكاسل ويقول لك انا وصلت بقى الطب بقيت قمه. احنا لسه ما عملناش حاجة. احنا لسه عندنا بطوله افريقيا، عندنا دور المجموعات دي، عايزين نؤكد اللي احنا بداناه. بمعنى صح ان يبقى الاهلي متصدر مجموعته، ان الاهلي حقق انتصاراته، يحافظ على الاداء ده، يحافظ على الشكل اللي هو بيقدم بيه، ويحافظ على النتائج كمان او يقدم لنا النتائج اللي احنا عايزينها. فعشان كده ما نقدرش، الجهاز الفني متحفظ جدا وبيعمل شغله، مواصل عمل شغله، وفي نفس الوقت مش عايز يدي الامور اكبر من حجمها عشان خاطر المجموعه لاعبين، لان احنا برضو اللاعب المصري ممكن يوصل مرحله من مراحل. في لعيبه لفتت انتباهك في المباراه اللي فاتت؟ اه طبعا. زي يعني انا يعني التغيير الجذري في اداء رمضان صبحي ده، انا اعتقد يعني ممكن جدا فريقه الانجليزي يقول لك لا انا عايزه بقى كفايه عليكم كده مثلا يعني. واخد بال حضرتك؟ حسين الشحات مش هو ده اللي قعد مع ست شهور من يناير اللي فات لغايه اخر موسم ما كانش بيأدي او ما أداش خالص، او كلنا كنا رامين طبطب بنقول ده يعني ها مثلا. اجاييه اتغير تغيير جذري. مجدي قفشاء مش جديد انه حسن الكابتن حسام البدري ياخده المنتخب، لا لان هو محور اداء كويس جدا جدا جدا، ونقدر نقول مرحله مجدي قفشة راجل عنده 26 27 سنه يقدر يدي اداؤه رائع جدا، تمريراته متقنه، بيوصل اقصر الطرق للجون المنافس، شيء طبيعي. طبعا انا مش هتكلم عن خط الظهر لان هو رغم انه عليه ضغوط، مش عليه ضغوط كتيره جدا، طريقه اللعب اللي بقى الاهلي بيخفف الضغط على خط الظهر. فعشان كده مش هنقدر نقول ان في تطوير في ادائهم، لكن اقدر اقول لحضرتك البدلاء على مستوى عالي جدا. محمود وحيد شفناه شارك في ماتش واحد قدام سموحه وعمل اداء رائع جدا جدا جدا. ممكن يبقى بديل جيد لمعلول في اي نوع من انواع الارهاق. محمد الشناوي حارس عالمي دولي، بمعنى اصح ان هو مالي مكانه، مفيش اي خضه بتتخضها بصرف باستثناء الخطا اللي كان موجود في مباراه الزمالك وركله الجزاء اللي ارتكبها. فما عدا ذلك محمد الشناوي هو الحارس الاول لمنتخب مصر دلوقتي، واحسن تصدي في مباراه الانتاج الحربي، مباراه النهارده بالكره النهارده في اكتر من جول. طبعا فشيء طبيعي النهارده، فكل لعيب واي حارس معرض للخطا على فكره كمان، واي حارس معرض للخطا، لكن الشناوي لما بتكون حتى نسبه اخطاء قليله لا يبقى نجح. طبعا يبقى نجح لان هو الاداء تطور كتير جدا جدا النهارده. يعني نمسك الخشب يعني كنا نتمنى انه الهدف بتاع عصام ما يجيش، اي نعم وكلام من ده، لانه كوره ما تستاهلش ومش ضغط ولا اي كلام من ده، لكن ما علينا. اي درس درس بالتأكيد عشان خاطر يبقى في نوع من انواع التركيز اكتر. الاخطاء اللي زي دي الجهاز الفني بيعقد محاضرات وبيشوف هايلايتس، فاخطاء زي دي بتبين له لو في عندك مشكله دفاعيه ازاي تعالجها او ازاي تحذرهم من ده ما يتكررش مره ثانيه. انت ممكن تلعب في افريقيا كسبان 5 هدف زي ده، انت كسبان 5 بره صعب فرقه تكسب الاهلي 5 أو 6 يعني. فيقول لك ايه بس انت كسبان 5-1 غير لما يكون 5-0. بالظبط، فبتبقى الحاجات اللي زي دي دروس كويسه جدا. وانا اعتقد ان الجهاز الفني ما بيفوتش صغيره او كبيره الا بيعالجها فورا، وحتى بين الشوطين بيقدر اعتقد يبقى في تعليمات رهيبه جدا عشان يصحصح المهاجمين ويقول لهم لا مش معنى ذلك انتوا جبتوا جون او جبتوا جونين معناها ان احنا خلاص، لا احنا ممكن جدا نخسر المباراه. فعشان كده بيحصل نوع من انواع التعديل دائما وابدا والتنبيه والتحذير حتى اثناء مباراته وهي شغاله. لما تنطلق مباريات دور ال 16 دور المجموعات في 30 نوفمبر القادم، نبدا بقى تبان الصوره بالنسبه لنا كامله بالنسبه للجهاز الفني، لانه ساعتها هيكون لاعب عدد كم من مباريات الدوري؟ حوالي مثلا 7 مباريات أو 8 مباريات. هيكون بدا مباريات افريقيا، هنشوف بقى تعامله مع المباريات الافريقيه، ولا الجواب باين من عنوانه؟ هو بالتاكيد الجواب باين من عنوانه، مفيش حاجه زي ما قلت لحضرتك كده جت حصلت مع الاهلي في الست اسابيع دول او في الست مباريات دول بالصدفه. كل حاجه ماشيه بتدرج معين وبحاجات مدروسه، واحنا شايفين التغيير موجود في الملعب. فعشان كده مفيش حاجه يعني هيبقى فيه نوع من انواع الثبات الاكثر للتشكيل. يعني احنا انا مش زعلان ان هو الراجل بيغير وبيبدل وبتاعه، لكن انت اديلك مباراتين هتحس ان في نوع من انواع ثبات التشكيل شويه يعني اول
اول مباراتين كنا شفنا في افريقيا، وبعدين شفنا صلاح محسن بيبدا بيشوفنا مش عارف ايه، لكن بدا دلوقتي يبقى في نوع من انواع اجيه، وبعدين يبقى يغير صلاح محسن، شفنا رمضان بيبدا بحسين الشحات، يعني في ثبات من التشكيل. فاعتقد ان احنا الفتره لغايه 30 نوفمبر اول نوفمبر الدور 16 او دور المجموعات اعتقد هيبقى الصوره وضحت تماما من ناحيه التشكيل والثبات. ومع ذلك انا مش شايف اي نوع من انواع الغضاضه ان هو يغير، ده بالعكس، ده احنا عندنا دبابه اسمها ديانج ما لعبش، يبقى بالتاكيد هو حاطه يعني، ولما لعب حتى مباراه كانوا سبورت لما لعب الناس بقى عندها وجوده والناس والناس بقت مبسوطه جدا منه وعايزه اشوفه، واخد بال حضرتك؟ ويمكن ممكن جدا نشوفه في ماتش الزمالك اذا لا قدر الله كانت اصابه عمرو سوليه ممكن تطول شويه او ما يستردش يعني عافيته في الاسبوع اللي جاي ده يعني. ولكن انت عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه بدلاء على نفس القوه من الاساسيين، يبقى انت ما تقلقش، يبقى تقدر تلعب وتقدر ثلاث ايام ما فيش مشكله، اسبوع ما فيش مشكله. تمام، هو لسه بدري عن الحكم ان الدوري المنافسه تبقى ازاي، بس شايف كده من المنظر العام في اول ثلاث اسابيع؟ لا، هو طبعا هو الحكم لسه بدري، لسه بدري نمره واحد، لكن يعني اقدر اقول ان الاهلي بما هو قدمه ويقدمه والاداء والنتائج من السهل ان هو يبقى موسم تاريخي له، من ناحيه ان هو يقدر ينهي البطوله لصالحه ويحتفظ باللقب 42 والخامس على التوالي بعدد قياسي من الاهداف، عدد قياسي من النقاط، الاهلي كويس جدا 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 ويفوق كل المنافسين. هيجي بعد منه الاستقرار الفني اللي موجود في بيراميدز، ده استقرار فني كويس جدا. الزمالك النهارده عنده تخمه من اللعيبه، انت جبت لعيبه كتيره جدا، ولكن مفيش اي نوع من انواع الطمأنينه، يعني انا جمهور الزمالك مش مطمئن، ولا لسه الدوري في اوله، لا 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 لسه لا. المباريات كتير، ما احنا اتفقنا ان الجواب بيبان من عنوانه. النهارده الزمالك النهارده بيفوز في مباراتين على الاتحاد السكندري وعلى الاتحاد السكندري وعلى مصر مقاصة بصعوبه بالغه، وكان من الممكن ان يتعادل او يهزم لو ان الاخطاء التحكيميه الرهيبه جدا دي احتسبت. يعني احنا ما بنتكلم، كل الناس عارفه وكل المحللين وكل النقاد وكله بيقول لك ان كان في على الزمالك ضربه جزاء وكان في ضربتين جزاء للمقاصه، شيء طبيعي. اداء الزمالك اللي موجود ده ما يقولش انه ياما هيبقى في اختبارات صعبه قدام الاهلي، قدام بيراميدز، قدام الاسماعيلي، قدام الاتحاد، يعني كده هيبقى يقدر يعمل الفارق. فعشان كده هنقول ان الصوره واضحه بانه فيه ثلاثي شغال على القمه، فيه اتنين فريقين جايين وهيبقوا منافسين قوي جدا، والمقاولين العرب والاتحاد السكندري. الاسماعيلي لسه بدري عليه شويه برضه. هل اتفاجئت باداء فريق معين في الدوري لغايه دلوقتي؟ نعم، اتفاجئت باداء فريق، كنت متوقع ان هو يبدا بدايه جيده، لكن الاداء في البدايه او النتائج مش مساعده. لا، هو يعني انا عندي قناعات انه مصر مقاصه مش هو مصر مقاصه بتاع السنه اللي فاتت. اذا كان السنه اللي فاتت قريب من المربع الذهبي وكان في المركز السادس كلام من ده، السنه دي مصر مقاصه ممكن جدا يتراجع كتير قوي. انا شفت المباراه بتاعه الزمالك ونتيجته قدام اسوان، احنا تابعناها عن طريق الراديو، لكن اداء مصر مقاصه مش هو بتاع السنه اللي فاتت، فعشان كده ممكن جدا تشيله من المجموعه اللي هي بتنافس على المربع الذهبي. لكن لم افاجئ للمقاولين العرب ان هو عنده اصرار وعنده روح وعنده اداء ويقدر يحول النتيجه في اي وقت، فعشان كده المقاولين العرب انا مطمن له جدا جدا ان هو يكون في المربع ولا الزهبي. هو الامر متعلق ان كل فرقه حسب ظروفها واحتياجاتها، يعني مثلا فريق المقاصه جاب لعيبه فلسه الانسجام في البدايه، لسه الامور مش يعني لسه ميدو مدير فني جديد كمان حتى على الفرقه مع الانسجام الفتره الجايه. لا، هو اصلا يعني مع الوقت ممكن فرقه مصر المقاصه كانت بتعتمد على بعض الاوراق المهمه وعلى رسوم جون انطوش. النهارده جون انطوش لما تاخده مصر المقاصه وتمشي وانت ما عندكش البديل، ما ينفعش. انا اعتقد بعد نهايه الدور الاول
هتبقى بانت الصوره بشكل عام، مين اللي في المنافسه، مين اللي بينافس على المركز الرابع الخامس السادس، مين اللي هيكون تحت في الهبوط صح؟ الدور الاولاني؟ لا مش الدور الاولاني، تقدر تقول في نص الدور الاولاني كمان، لان في نص الدور الاول يعني 8 مباريات تقدر تشوف الصوره واضحه تماما، وهتشوفها واضح كمان في القاع، في قاع الجدول. خريطه الدوري المصري بتبان بدري، بتبان يعني السنه اللي فاتت من المواسم الصعبه جدا جدا اللي ما كانتش الخريطه واضحه فيها، مش واضحه من ناحيه القمه، كان في القمه معروف ان هي هتبقى شكلها ايه في الاخر، رغم ان البعض كان بيقول لك الاهلي مش هيقدر يوصل، ده كلام، لكن كل الناس عارفه امكانيات الفرق اللي تقدر، لكن كانت تحت مش عارف مين اللي يهبط، انت كان عندك 10 فرق كلها مهدده بالهبوط، احنا بنلعب على 3 4 فرق مهددين بهبوط او 5 فرق، لكن انت كان السنه اللي فاتت لغايه النص الدور الثاني مش عارف مين اللي هيهبط من 10 فرق. تمام، اقامه مباراه القمه في الاسبوع الرابع مدلوله ايه او معياره ايه بالنسبه لقوه ومدى اهميه المباراه؟ بالتاكيد مرحله جديده من مراحل التنظيم الفعلي لاي مسابقه كويسه، بمعنى صح ان احنا كنا بنعيش حاله سبهلله قبل كده من اتحاد كوره، ان يحط قرعه موجهه وياخرها لغايه اخر الدور الاول واخر الدور الثاني وكلام من ده، ده ما ينفعش ابدا في الكوره او في التنافس الكروي المحترم يعني. فانت النهارده لما تيجي القرعه وتجيبك في الاسبوع الرابع معناها ان انت بتدي فرص للاثنين، للفرقه اللي عايزه تتصدر وتمشي وتقطع مشوار كويس في البطوله، والفرقه الثانيه وبقى قدامها فرصه ان هو يعوض لو هو وقع في المباراه الاولى كده، يبقى عنده استعداد ان هو يعوض. فشيء طبيعي هتشعل المسابقه مبكرا ومش هتحسم اللقب لصالح اي حد من الاثنين، حتى ولو كانت في الدور الثاني برضه في نفس التوقيت برضه مش هتحسم اللقب باي حال من الاحوال، اللي عايز ياخد اللقب لازم ان هو ينافس لغايه اخر المباريات، ووجودها مبكر ده هيبقى عامل لاشعال المنافسه وليس عامل لاضعاف المسابقه. تمام، طيب وحضرتك بتغطي اتحاد الكوره ودايما متابع لجان الاتحاد وعارف دور لجان الاتحاد وبتشتغل ازاي على المباريات والدوري واقسام الدوري بشكل عام. انا طرحت سؤال في الانترو على فكره ان الاسبوع الثاني خلص والاسبوع الثالث بدا، ولغايه اللحظه دي لا عرفنا قرارات او عقوبات الاسبوع الثاني، وحضرتك حتى بتغطي الاتحاد ما جاتلكش حتى بيانات او طبعًا. القرارات الاسبوع الثاني والثالث بدا، يعني ممكن لعيب يكون عمل حاجه او حد في الجهاز الفني خد انذار او تحذير ويكون ليه عقوبه، بس الاسبوع الثالث بدا ونزل ولعب وموجود. دي كانت حصلت قبل كده معاكم حتى في الاتحاد؟ دي احد مميزات عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، انه كان مع الدقيقه الاخيره للاسبوع بيطلب لجنه المسابقات تجتمع عشان تاخد العقوبات. دي كانت احد مميزاته، وهو برضو يعني كان له جهود كبيره جدا جدا جدا، باحد مميزاته انه كان بيطلب لجنه المسابقات تجتمع وتخلص وتحط عقوبات قبل ما يبدا الاسبوع الجديد. النهارده اللجنه الجديده حاجه من اثنين، لاما هم لجنه موظفين، لجنه مسابقات لجنه موظفين، يعني النهارده الجمعه اجازه مش هنجتمع، وبكره السبت اجازه مش هنجتمع، والحد اجازه 6 اكتوبر مش هنجتمع، واخد بال حضرتك؟ فمفيش مشكله نبقى نعمل العقوبات بتاع الاسبوعين مع بعضيهم. ده ممكن دي تبقى نظره ودي تبقى كارثه، انك تتعامل مع المسابقه على من منطلق وظيفي او منطلق ان في حاجات هتتستف او حاجات معروفه، يعني ايه اللي عنده انذار اللي خد الانذار الثاني هيتوقف الماتش الجاي خلاص هيبعت له جواب ويقول لك الكلام من ده، لكن اللجنه اللي بتقر العقوبات ما اجتمعتش، نفترض في عقوبات زي حضرتك ما انت قلت، نعرفها ازاي او نحكم عليها ازاي؟ طب وما يدريك ان الاسبوع اللي انت اجلته ده، يعني او بمعنى صح القرارات اللي انت اجلتها عشان تاخدها بعد الاسبوع الثالث ممكن تتغير، وما يدرك ان بعض تقارير الحكام ممكن تتغير في خلال هذه الفتره، الناس نسيت، واخد بال حضرتك؟ انا النهارده التقرير ممكن يكون لو انت اديت انذار في مباراه واحده بس التقرير مكتوب في حاجه ممكن يكون مباراتين وثلاثه فيها حاله سلوكيه او انضباطيه، يعني التقرير بيكمل الاجراء الاداري، واخد بال حضرتك؟ فانت النهارده لما بتجتمع مع نهايه المباريات على طول، شفت خناقه حصلت في ملعب وكان في كذا، في مراقب مباراه بيكتب تقرير، في حكم بيكتب تقرير، في تاثير الحاله اللي كانت موجوده في الملعب موجوده وشايفها لجنه المسابقات. لو انت اجلت الجلسه بتاعت لجنه المسابقات لمده اسبوع تاني الناس نسيت ايه اللي حصل في الملعب اصلا، فممكن جدا ما يتخذوش القرار على قدر اللي حصل في الملعب وما يقدروش يقيموا، انت برضو بقى هو انت مش كل حاجه موجوده في اللائحه، لا انت ممكن اللجنه يبقى ليها نظره
خاصة لانضباطية لبعض الأحداث وبتغلظ العقوبة عشان شايفة أن الرأي العام كان مستاء جدا في ساعتها من اللي حصل. فأنت لما تأجل أسبوع معناها الرأي العام حتى لو كان مستاء خلاص انتهت الموضوع، فيبقى العقوبة ممكن تيجي مخففة. عشان كده بنقول أن لازم عقب انتهاء المباراة الجولة مباشرة يبقى العقوبات موجودة عشان قبل ما نخش الجولة الجديدة، ويمكن دي هتبقى حالة استثنائية وبعد كده مش هتتكرر. نتمنى ألا تتكرر، نتمنى ألا تتكرر. طيب أنتقل معاك لملف المنتخب الوطني، والنهاردة يمكن في جزء المنتخب الوطني محمد صلاح كان المفروض من ضمن الأسامي اللي كان مستدعى، لكن في اللحظات الأخيرة تم الاتفاق مش هيكون موجود في هذا المعسكر، والنهاردة تعرض لإصابة في مباراة ليستر سيتي. كويس. تعليقك عن القائمة بشكل عام اللي أعلنها الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري والاختيارات، فيهم حوالي من 6 إلى 7 لاعبين من النادي الأهلي، والملف بشكل عام بالنسبه للمنتخب في الفتره الجايه، وحضرتك طبعا بتغطي الاتحاد كاجهزه فنيه ومنتخبات والمنتخب الاول تحديدا. كويس قوي. اولا عايزين نتكلم في نقطه محمد صلاح، لان كل الناس القاسي والداني اللي قريب من اتحاد الكوره واللي بعيد عن اتحاد الكوره، اللي يعرف الكابتن حسين بدري واللي ما يعرفوش، اللي يعرف محمد صلاح واللي خبره ودرسه، مفيش حاجه اسمها احنا ان احنا أرحنا محمد صلاح وما رضناش نجيبه، وده كده تزيين أو دبلوماسية شوية في الموضوع، وده الكلام ده برضو بعيدا عن إصابة صلاح بتاعت النهاردة خالص. ما هو الكلام ده كان قبل الإصابة. ما قبل الإصابة هو النهاردة قالوا إن إحنا رحناه، وكان قبلها في مقدمات إن إحنا بنفكر إن إحنا ما نجيبوش والكلام من ده. بس ممكن ده يكون مطلوب في مرحلة معينة. ده نوع من أنواع الدبلوماسية، معلش أنا ما أحبش أتكلم في الدول، أحب أحط النقط على الحروف. أحيانا تكون مطلوبة؟ طبعا لازم تكون مطلوبة عشان ما نوقعش في الأخطاء مرة أخرى. أولا صلاح هو الذي رفض إن هو يجي. هتقول لي مين شمال؟ لا ده جهاز الفني، لا اتحاد الكورة فضل يريحه، لا مش عارف إيه، ما ينفعش ما ينفعش. محمد صلاح ما زال يشعر بما حدث في قصة التصويت، وما زال يعني بالتأكيد متأثر بهذا الموضوع، وكان واخد قراره إن هو ما يجيش هذا المعسكر حتى لو استدعي بشكل رسمي، مش هيجي حتى لو اضطر ان هو يعتذر علنا، ما عندوش مانع، لان هو حاسس ان هو غبن في هذا الموضوع ولازم يبقى ياخد حقه. ما خدش حقه، هو حد خد عطى محمد صلاح حقه، حد طلع من اتحاد الكره واعتذر عن الخطا اللي بيقولوا عليه غير مقصود او مش عارف ايه، حد اعتذر لمحمد صلاح رسمي، حد كلمه، حد عمل حاجه ان احنا بنعتذر على هذا الخطا الفظيع اللي حصل، ما حصلش. إذا كان يجب أن يكون في حاجة، حتى ولو اعتذر اتحاد الكرة كان يجب على صلاح برضو أن هو ما يجيش. بس في كلام طلع أن في ترضية ليه وأن يكون هو كابتن المنتخب في المعسكر اللي جاي، وكلنا سمعنا الكلام. مش ده الكلام ده اللي هو ممكن جدا يخلي يرضي صلاح، ان انا هديك شرط الكابتن والكلام من ده، ده مش هو ده اللي يرضي صلاح. طب ده لو قرار ممكن يرضي، حضرتك قلت مش هيرضيه. مش هيرضيه طبعا. ولو هو وافق بيه، هيبقى يبقى مش نجم او ملوش لا يعني 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 انا لو مكان انا شخصيا لو مكان صلاح مش هوافق على اي حاجه ولا اعتذار، وهغيب عن اول وهعتذر عن اول بتاع مصر فوق العين والراس، يا اما يكون في مناسبه رسميه هاجي غصب عني وهاجي عشان خاطر اسم مصر. وهتلقى صلاح اول من يبادر ان هو يجي اي مباراه رسميه هيبادر ويجيها، لكن كان لازم ان هو ياخد موقف عشان اللي حصل ده ما يتكررش، وخاصه هي السابقه الاولى. اي نعم المجلس القديم هو اللي ارتكب المشكله دي، والمجلس الجديد مشارك في قصه التصويت، مشارك. لا المجلس الجديد مالوش علاقه، معلش هو كان موجود في السلطه، كان بس موجود. لا جه، لا عشان بس نقول التواريخ صح، هو المجلس الجديد او اللجنه المؤقته جت بعد ارسال التصويت. لا ما كان 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 ثروت السويله موجود المدير التنفيذي مع اللجنه عادي، يعني كان ممكن يبقى في نوع من انواع المتابعه. حتى ولو هو ملوش يعني مش لا يتحمل الخطأ، بس كان يجب عليه معالجة القضية بشكل أكثر صراحة من كده، وشكل فيه نوع من أنواع الاحترافية، وإن احنا أخطأنا فعلا، وإن هذا الخطأ لن يتكرر مرة أخرى. ما ينفعش بقى إن احنا هنحقق وبتاع وكلام من ده وده مضى ومضى مضاش، لا كان يجب إن يطلع بيان يقول إن اللي أخطأ فلان وفلان وفلان، وإن احنا نتائج التحقيقات حسب أعلنة اللجنة على طول على طول خلاص الموضوع معروف أصلا ومعروف مين اللي أخطأ. فده اللي كان ممكن جدا يرضي صلاح، ومع ذلك برضه مش هيحضر المعسكر اللي موجود، واخد بال حضرتك؟ عادي جدا يعني. فانا حضرتك صحفي وبتكتب اخبار ومعلومات وتقارير عن هذه الموضوعات، وانت حضرتك بتكتب الموضوعات دي بتبقى العناوين رايحه في اتجاه مين على حساب مين، او شايف يعني انت عايز توصل المعلومه للقارئ،
تمام. ففي موضوع زي ده انت حضرتك بتكتب مثلا الموضوع في اتجاه ان الاتحاد اخطا فصلاح كان عنده حق، ولا صلاح اعتذر، ولا بتبقى الصوره ازاي في الكتابه الصحفيه؟ لا، هو الكتابه الصحفيه مفترض ان انت تراعي الجانب النفسي والانساني. أيوة. لصاحب القضيه رقم واحد، اللي هو بالتاكيد النجم، لازم تراعي الجانب الانساني بتاعه، لازم تقدر ظروفه، هو مش قادر يتكلم، هو ما يقدرش يقول لك انا مش يعني، هو محمد صلاح ما اعلنش ان هو مثلا هيسيب انه مش هيرتدي في لينة منتخب مصر، ولكن مجرد ان هو اغفل اسم صفته كلاعب منتخب مصر، مجرد ان وصلت الرساله خلاص، فهو مش محتاج انه يعمل اكتر من كده، ومع ذلك هو الراجل وطني، فاحنا بناخد الامور من الجانب الإنساني أولا عشان نوصل للقارئ، لأن القارئ اللي يتأثر بالجوانب الإنسانية بعيدا عن الحاجات التانية وعن القرارات والحاجات المجعلصة بتاعت المجعلصة دي. أستاذ محمد صادق، نورتني وشرفتني، ودايما ألتقي بك على خير بإذن الله. أنا بشكرك، وإن شاء الله تبقى المرحلة اللي جاية المنتخب مصر إن شاء الله مرحلة كويسة، وما تبقاش مجعلصة، دائما وأبدا بإذن الله في تقدم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. فقرة كانت مهمة جدا مع كاتب صحفي كبير، بالتأكيد مهم جدا نسمع وجهه نظره ورايه، وكمان الموضوعات اللي بيكتبها في هذه القضايا الرياضيه، عشان الجمهور يبقى عارف المعلومات والقضايا دي ايه نتيجتها وايه احداثها، وفي نفس الوقت كمان الجمهور يطمن على مشوار ومستوى النادي الاهلي في الفتره الجايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نجم من نجوم النادي الاهلي، رؤيه فنيه عن المرحله القادمه مع الكابتن حسين شكري في الفقره الاخيره والحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله.